طبعا مساحتنا الأخيرة سلمى لليوم هي من وحي الواقع، وطبعا هي الظروف الاقتصادية الصعبة اللي كل الأشخاص وكلياتنا عم نعيشها على حد سواء من ناحية العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وحتى غلاء المعيشة وغيرها. كل شخص فينا بيدور على حل بيناسبه، وهو المشاريع الصغيرة اللي بتبدأ برأس مال صغير وبتعطيه مردود بيقدر يعيش حياة كريمة من خلاله. طبعا هذا الموضوع هو موضوع كتير مهم وكان فرصة لعدد من الأشخاص لحتى يوفروه للناس السوريين. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ وائل بلال، مدير البرنامج الريادي بمؤسسة سند التنموية. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباحك يا رب. يعني اليوم كل حدا فينا يمكن هيك بباله هاي القصة، أنه أنا ممكن يكون عندي مشروع صغير حتى أدعم نفسي، غير حياتي، بلش مثل ما بيقولوا طريق جديد، وخصوصا بهاي الظروف الصعبة. صحيح. اليوم إذا بدنا نحكي بشكل أكبر، شو هي المقومات اللي بتخلي شخص يقدر يعمل مشروع صغير؟ مقومات بالنهاية لأي حدا لأنه يعمل مشروع صغير هي من مهاراته المهنية أو مهاراته الأكاديمية أو من خبرة العملية اللي هو كان عم يشتغل فيها ضمن مساره المهني الكبير. فأول شيء بدي بلش فيه بمشروع صغير هو الفكرة. فكرة أنه طلعت أنا معي فكرة هي مبنية على مثل ما ذكرت على مهارات معينة أنا عندي إياها، مهارات تصميمية، مهارات بالطبخ، مهارات معينة، أو من خلال الخبرات ضمن مجال عملي أو من خبراتي الأكاديمية طلعت معي الفكرة. هي الفكرة مناسبة لهذا الشيء اللي أنا موجود عندي من مقومات شخصية ومقومات تقنية قادر إني أنفذها، فبلش إنه أشتغل فيها. مثل ما ذكرتي حضرتك بأنه المجال الاقتصادي أو الوضع الاقتصادي الحالي يعني ضمن البلد هو كتير صعب، فكل شاب سوري صار بحاجة لعمل خاص فيه لحتى يكون في عنده مردود تاني إن كان له شخصيا أو إن كان للعائلة. طبعا. فالجميع هلا عم يتجه لبناء المشاريع الصغيرة، وأساسا المشاريع الصغيرة هي من بعد أي أزمة ضمن البلد هي أساس أو مقومات لأنه تنهض عليها هي البلد. طبعا كمان اليوم استاذ بلال عم نشوف انه كثير من الاشخاص عندهم مشاريع، بعضها بينقال عليها مشروع ناجح، بعض الاخر مشروع لا نحن ما فينا نمول او نساعد بهذا المشروع. شو هي المعايير لحتى تقبلوا المشاريع؟ على اي اساس بيتم الدراسه؟ هلا اي مشروع نحن بننفذه ضمن برنامجنا الريادي هو بيكون في له اتجاه، في له شريحه معينه نحن مستهدفين فيها، لنفترض مجموعة من الكليات أو مجموعة من القطاعات الجديدة اللي نحن عم نستهدفها. إذا بدنا نحكي مثلا عن آخر مشروع نحن اشتغلناه كان اسمه بوش بلس، هو كان موجه للرياديي الأعمال السوريين اللي عندهم فكرة ريادية أو عندهم نموذج عمل ريادي أو عندهم مشروع ناشئ أساسا هو في فكر ريادي معين عم يتقدم. نحن حنكون معهم من خلال 4 مراحل، حتكون مرحلة مقابلة نستقبل فيها الشباب عن طريق استمارات، فبده يكون فيها معايير معينة حتى نحن نقبل هاي المشاريع بالأساس. هاي المعايير يعني نحن أكثر من 400 حدا عم بيكون مقدم، نحن بدنا ندرب 75، فبده يكون في معايير محددة نحن لنقدر نختار منها 75 مستفيد. هي بتكون نوع المشروع، هل المشروع له جدوى اقتصادي إذا نحن دعمناه أو لا، الفكرة مناسبة لأنه تتنفذ ضمن البلد، ما بده رأس مال كتير عالي لأنه أساسا ما فينا نقدم نحن في حد معين حاطينه حسب كل المشروع. تمام. المشروع الماضي كان تقريبا رأس المال هو بحدود 3 مليون لحتى نقدر نحن نموله. الفكرة إذا نحن أعطيناها 3 مليون قادرة أنه يكون في منها جدوى، قادرة أنه تعطي يعني فاليو جديدة لقلب المجتمع اللي هي عم تنفذ فيه. فما فينا نمول فكرة كتير هي صعب أنه تمول وبدها رأس مال كتير كبير. بنفس الوقت عم نحاول نتوجه للمشاريع الصغيرة اللي هي دوران رأس المال عم يعطيها ربح أكتر، عم تقدر يمشي فيها صاحب العمل بطريقة أسرع، أحسن ما أنه نفوت بريسك كتير كبير مع مشاريع أو أفكار كتير صعب أنه تتطبق، بالتالي هو ممكن يخسر وكمان المشروع مشاريع الصغيرة. سلمى قد إيه أثبتت اليوم نجاحها؟ اكيد اثبتت نجاحها، ولهيك بدي اسالك يعني انتم بسند بالعموم بتعتمدوا على انه المشروع ما يكون اني، يعني ما يكون هو حاجه صغيره رح توفي لشهر شهرين سنه سنتين ويتوقف، دائما بتحاولوا تدوروا بالمشاريع اللي دعمتوها خلال الفتره الماضيه على مشروع يكون له تنميه وممكن يتطور. صحيح. لهيك خلينا نحكي عن هذا المفهوم. اليوم الشباب اللي عم يقبلوا لعنكم من خلال خبراتكم اللي عم تعطون اياهم وحتى الالتقاء مع سوق العمل خلال الأشخاص اللي يكونوا عم موجودين، قديم هم عم يدرسوا الفكرة الأساسية هذا المشروع قديش ممكن يتطور لمشروعهم، قديش ممكن يكون في استدامة. ذكرت لحضرتك أنه في مراحل عم تكون ضمن أي حد عم يقدم عنا على المشروع. المرحلة الأخيرة هي مرحلة المتابعة الفولو أب نحن مع المشاريع كلها.
عم يكون في معه المرشدين ومستشارين على مدار اكثر من 6 شهور لكل حدا يكون عم يبني خطواته الاساسيه والاعمده تبع مشروعه. هدول المستشارين هن موزعين على مستوى العالم، هن سوريين حابين انهم يساعدوا الشباب السوري، وهن كثير مهمين برات البلد وقادرين عم يقدموا شيء كثير مهم برا، فحبوا انه يشاركوا معنا ضمن مراحل البرامج. فهن دائما مستمرين معنا على مدار اكثر من 6 شهور مع كل المشاريع اللي احنا عم ندعمها، عم يكونوا معهم على الارض. نحن مثلا عم ننزل على الارض عم نشوف كيف عم نشغل هدول المشاريع، شو هن بحاجه لاي دعم مادي او ان كان معنوي، نحن عم نقدر كمان انه نكون معهم. بهمنا كثير الاستدامه المشروع، المشروع اللي ما فيه استدامه صعب انه يندعم. بالنهايه عم نفكر نحن هذا المشروع ما يضل صغير، انه يكبر ويقدر انه يكون في له ناتج محلي يعني بقلب المجتمع عم يقدمه. تمام، من هون بدي اسالك قد قدرتوا تطوروا من هي المشاريع؟ مشروع بدي صغير، فكرته كثير حلوه كثير ايجابيه، مع المتابعه يمكن بعض النصائح، تمويل جديد ممكن انتم لقيتوا انه هذا المشروع هو بحاجته وكبر هذا المشروع، قد هي الامور يمكن صادفتكم هي الامثله وفعلا بترجعوا بتقدموا نوع من الدعم اذا شفتوا انه هذا المشروع مثلا بدي ب 3 مليون، بعد فتره هو بحاجه لثلاثه ثانيات او مليون زياده او هيك، قديش فعلا قادرين تتابعوا بهي التفاصيل؟ صحيح كلامك. هلا السنه الماضيه كان بالنسخه الاولى من هذا المشروع مولنا اكثر من 196 مشروع على الارض، من بينهم نحن بالمرحله الثانيه من المشروع تقدم نفس الاشخاص اللي هن بحاجه لتمويل جديد. الفكره يعني بعد ما اخذت حقها بالمشروع الاول كان عندهم لسه عم يضيفوا على المشروع، عم يعطوا اضافه جديده. نحكي مثلا عن مثال معين عن شخص كان عم يشتغل على صناعة أطراف صناعية لأشخاص مبتورة أعضائهم، كان بالجزء الأول من المشروع قدم شيء كتير مميز وقدرنا أنه ندعمه بتمويل معين. هذا الدعم قدر أنه يطور من فكرته ليصنع جهاز إلكتروني، كان ميكانيكي عم تحول لإلكتروني، من بعد تحول الكتروني لقينا انه كمان ممكن يعني نحن ندعمه لهذا المشروع وقدرنا انه ندعمه مره ثانيه. ولسه في عندنا دعم ثالث اللي هو عن طريق الفاوندرز فالي وهي حاضنه الاعمال من سند، يعني هي بتحتضن العمل وبتحتضن يعني صاحب العمل المميز جدا عم يقدم خدمات كثيره قوي من خلال طيف كبير من الخدمات يلي هي الحاضنه عم تنفذها، ان كان بالتراخيص القانونيه، ان كان بالمكان، ان كان بكافه اللوجستيات اللي هو بعازتها، بالايفنتس، بالعلاقات، بالتشبيك، بالمرشدين، عم يكونوا معه لمدة 6 شهور ضمن مكان نحن كمان عم نأمنه ببيئة عمل كاملة. فالمشروع اللي بيستحق وبيرجع يقدم مرة تانية أيضا نحن عم نكون معه بدعم آخر. كتير حلو. أكيد. طيب خلينا نحكي عن جانب تاني اللي هو اليوم جانب التسويق. أي مشروع بحاجة لتسويق له؟ عم نشوف بالفترة هاي أغلب الناس عم تعتمد على السوشيال ميديا للتسويق، لا لأنه وسيلة بسيطة رخيصة وبيقدر الكل يشوفها. قد عم تستثمروا كمان هذا الشيء مبدأ التسويق لحتى تنجح هاي المشاريع الصغيرة؟ صحيح، ضمن كل برنامج نحن عم نقدم فيه تدريب للمشاريع عم يكون في جزء الأساسي منه الماركتينج، وجزء الأساسي الجديد اللي نضاف هو الديجيتال ماركتينج أو السوشيال ميديا بشكل عام، لأنه هي صارت عصب الحياة خصوصي من بعد جائحة الكورونا، فصار الكل متوجه للسوشيال ميديا، إن كان من أصحاب العمل المستقل اللي هن الفريلانسرز أو اللي إن كان من أصحاب المشاريع اللي هن صاروا يتجهوا بتسويق منتجاتهم عن طريق السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هلا عصب وهي شيء كثير مهم، عم تقدم خدمات عن طريق المنصات الكامله ان كان فيسبوك ولا انستغرام ولا عن طريق اساسا اعلانات جوجل وواتساب وباقي المنصات. نحن من خلال البرنامج التدريبي من يعني بندرب اصحاب المشاريع اداره صفحاتهم بطريقه صحيحه، المنصه اللي انا بدي استهدف منها الشريحه هي صح، اي منصه بدي اتجه، شلون بدي استهدف الزباين او العملاء المحتملين اللي هن لإلي عن طريق منصات التواصل الاجتماعي. هاي المنصات عم تقدم لي خدمه، بالتالي انا بدي اكون كثير حساس ايضا بالتعامل مع هالمنصه، لانه هي يعني السوشيال ميديا هي كلها انتراكتيف، تفاعل وثقه. اذا بنيت تفاعل مع اذا بنيت ثقه عفوا مع العملاء تبعي فانا قادر انه اخلق تفاعل. أكيد. لا سمح الله اذا انفقد هذا الموضوع بالتالي انا خسرت طريقه التعامل مع السوشيال ميديا، فكتير حساسه وكتير صايرين هلا نحن عم ندقق عليها ضمن برامجنا التدريبيه. تمام، كمان استاذ بلال كثير من الاشخاص اللي يمكن ببالهم مشروع صغير او حتى مفكرين انه مؤسسه سند التنمويه تمد ايد العون لهم، بيسالوا بالنسبه للارباح، كيف عم بتكون الارباح؟ هل مؤسسه سند هي شريك بهي الارباح بشكل كامل مثل ما بنقول او في نسبه معينه من الارباح؟ مؤسسة سند هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية. تمام. هي يعني NGO، فهي ما في أبدا نسبة أرباح، كل شيء تمويل هو عم يتقدم هو منح للمستفيدين.
المنح هي عم تتقدم عن طريق شركائنا من المنظمات الدولية أو من خلال الشركات الخاصة أو المؤسسات أيضا العامة اللي نحن بنتعامل معها، هن عم يقدموا الدعم لننفذ هذا المشروع، وتكون هي منح، أبدا ما في نسبة أرباح وأبدا ما في شراكة مع المستفيدين. الشراكة هي باستدامة الخدمات ودعم الشباب السوري لنخلق شباب سوري واعي مثقف قادر إنه يدير حاله ويدير مشروعه لحتى بالنهاية يعني يصير في تنمية إن شاء الله بالبلد. طيب ختام حديثنا اليوم، شو تحب توجه رسالة لكل شاب أو صبية بده يبلش حياته وبده يبلش بمشروع صغير وممكن يكون سند التنموي هو سند له؟ إن شاء الله إن شاء الله نكون هيك. هلأ مؤسسة سند هي متجهة إن شاء الله لمحافظات سوريا لتنفيذ مشاريع ريادية بتخص المشاريع الصغيرة أو أصحاب المشاريع الصغيرة أو أصحاب الأفكار الإبداعية. حاليا نحن الشباب المتواجدين بحلب عم نقدم بوش بلس بحلب، وبوش بلس ان شاء الله عم يندرس لحتى يتنفذ ايضا بباقي المحافظات السوريه ان شاء الله. الفاوندرز فالي هي حاضنه الاعمال من سند مستعده انه تستقبل اهم الافكار لحتى تساعدهم لمده 6 شهور ضمن طيف الخدمات اللي انا ذكرته حاليا. برامجنا الرياديه او برامج المشاريع الرياديه هي ما عم تنتهي، مولنا السنه الماضيه اكثر من 200 حدا، السنه بلشنا وصلنا ل 50 وان شاء الله مكملين لحتى نمول مشاريع مميزه نقدر نضيف للشباب يقدروا يضيفوا لحالهم ويقدروا يضيفوا للبلد ان شاء الله. اكيد يعني استاذ بلال بدنا نقول لك شكرا لك وشكرا لمؤسسه سند ولاي شخص قادر يقدم اي دعم للشباب، وكمان رساله اكيد نوجهها انا وسلمى اليوم لكل الشباب انه اي فكره صغيره ما نستهين فيها، ممكن تكبر وممكن تسد حاجه عائله كامله وممكن تكون بدايه لمستقبل كثير من الشباب. شكرا لك. شكرا كثير لكم ويعطيكم الف عافيه. شكرا. شكرا لك، يعطيك العافيه وموفقين، وتضلوا دائما هيك خطوه اولى لكل شاب بده مشروع جديد او سند لهم. شكرا كثير لكم. شكرا لك. ساعة صباح.